يا الله، إنك ابتليت عبدك هارون بولاية أمر المسلمين، فأعني على القيام بها على الوجه الذي يرضيك عني. اللهم إن الحمل ثقيل والخطب جليل، فاشدد بالعلماء أزري، وقوي بالناصحين المخلصين ظهري، وأشركهم في أمري، وتول أنت جميع أمري يا أرحم الراحمين يا الله. ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وبني يزيد. ها؟ ألن تساعدني يا صديقي؟ أنت تعرف أنني أريد مساعدتك يا بدر، ولكني أخشى أن صاحبك هذا سيجلب لي المتاعب. فأنت منذ ترددك إلى المريسي وصحبه من المعتزلة أصبحت تخيفني. لا لا، إنه رجل طيب، ولا أحسب أنه سيسبب لك المتاعب. أوه، لا أدري ماذا أقول لك يا بدر، ولكني أرى أنك ستصدع رأسي، وأنا أكره ما يصدع رأسي حتى وإن كان عطرة. لا لا، إنه رجل طيب، وأنا أعدك بأنني سأعرفك إليه قبل أن يستأجر بيتك لكي تطمئن. ما اسم الرجل قلت لي؟ أحمد بن أبي دؤاد الإيادي. إيادي؟ استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ما الذي يدور داخل هذا المنزل؟
هناك أمرا مريبا. الأخبار لا تسعى بل يسعى إليها يا فرج، يسعى إليها. هل أنت متأكد من هذا الخبر يا ابن الأشرس؟ أجل يا أبا عبد الرحمن، اليوم عصرا اقتاد رجال الطاغية أخا لنا إلى الحبس. كيف؟ الرجل الذي اقتادوه من إخوتنا الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يخشى من المجاهرة برأيه في مكان، يبدو أن أحدهم وشابه. حين أقول لكم خذوا حذركم تسخرون مني، إنها حرب، حرب على الإسلام يخوضها هارون وزبانيته. الله المستعان. وما الذي حملك على القول إن القرآن مخلوق؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى؟ بل شيطانك أيها المارق الكافر. أبلغت بكم الوقاحة أن تتقولوا في دين الله؟ أقسم إن هذا لن يكون في ملكي وأنا على قيد الحياة. اسمع أيها الأكفاك الأثيم، إني أمنحك فرصة أخيرة لتتراجع عن تجديفك بحق دين الله، وإلا فأقسم برب هارون أن أجعلك عبرة لمن يعتبر. لن أتراجع. هو لك يا قاضي القضاة، خذوه وحاكموه وأنزلوا به العقاب الذي يستحق، وليعلم الجميع إن هارون الرشيد لن يسمح لأحد أن يتقول في دين الله أبدا. خذوه. صرنا نشبه أهل العلم حقا يا أحمد، ها نحن نرحل لطلب الحديث الشريف. غدا ستمل من الترحال يا محمد حين تشرق المطايا بك وتغرب. ألي أراك منقبض النفس يا أحمد وقد كنت تذوب شوقا لهذه الرحلة؟ يعلم الله أنني كذلك، بل أبعد من ذلك، ولكن سعادتي لم تكتمل وسروري تكدره الحسرة. حزين على فراق أمك أليس كذلك؟ لا أدري، أشعر أني لم أرى إلا نفسي حين حدثتها في أمر الترحال. كيف استطعت أن أتركها وحيدة دون معين؟ أحمد، ألم تقل لي أنها هي من أثارت حماسك على هذه الرحلة؟ أجل، ولكن مع ذلك أشعر أنني تركت حزنا في قلبها حاولت أن تخفيه عني. أبشر بعزك يا قاسم إن كان الخبر صحيحا. إنه لصحيح يا مولاي، لقد سمح جعفر البرمكي ليحيى بن عبد الله الطالبي أن يفر من سجنه، ولم آتك إلى هنا حتى تأكدت أن يحيى الطالبي ليس في محبسه. أحسنت يا قاسم، هذه هي الأخبار التي تستحق أن أملأ شدقيك عليها ذهبا. أحسنت، لقد مر من السنين ما هو كفيل أن ينسيك أهلك. لو قدر الله لك أن تلتقي بهم لالتقيت منذ زمن بعيد. لا اعتراض على إرادة الله وقدره، لكن خيالهم حاضر في ذهني لا يكاد يفارقني. أراه في كل ناحية من البيت، أشعر أنهم يسكنون معي، أراهم يخاطبوني وأرى نفسي أخاطبهم كأن لم نفترق إلا بالأمس. ولكن بعد كل هذه السنين لقد أضحى اللقاء صعبا. أضحى صعبا؟ لا يا مروان، أنا لن أمل من أمل لقائهم، ولن أقطع رجائي في أن أجد أهلي قبل أن أموت. إنني متشوق لسماع يزيد بن هارون إمام أهل واسط. كم مرة سمعت منك هذا الكلام يا أحمد؟
وكلما رأيت شيخا عالما أقبلت عليه بشغف. تعلم أغبطك على ولعك هذا يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. إني أرى وجوها قد أينعت وحان قطافها. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم مرارة البين تكاد تقتلني يا أم خالد، فكيف سوغت لي نفسي أن أفارق ولدي الوحيد؟ ومع ذلك فإن ما يعزيني هو أنه ذهب لطلب العلم، الأمر الذي حرصت عليه دوما، ولكني بت أعد الأيام شوقا لرؤيته، فلم يكد يغيب عن عيني حتى كاد قلبي يتمزق عليه، فكيف إذا غاب عني لشهور وسنوات؟ كان الله في عونك يا أم أحمد، ولكن قولي لي كيف ستبقين وحدك في غياب أحمد؟ لقد تدبر أحمد الأمر يا أم خالد، فقد طلب من أحد أقاربنا أن تأتي ابنته المطلقة وابنها اليافع للمبيت عندي، ثم لا تنسي يا أم خالد، فالحي بأكمله من أقاربنا، فلا تخافي. أنت؟ نعم أنت. لبيك يا شيخنا. قلت لي ما اسمك؟ تلميذك أحمد بن حنبل الشيباني. على من قرأت الحديث في بغداد؟ اختلفت إلى حلقات القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم اختصصته بالشيخ هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله. الشيخ هشيم؟ نعم الرجل. لعلك تعلم أنه من هنا من واسط؟ أجل أعلم يا شيخنا. كأني رأيت في وجهك ضيقا حين سمعت منا ذلك المزاح. اغفر لي يا شيخنا، ولكني كره إلى نفسي المزاح، وإني لأشد كرها له في حضرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ألك حاجة أقضيها لك يا شيخنا؟ لا شكرا يا بني، امضي على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ولهف قلبي عليك يا أمي، آه لو تدرين كم أنا مشتاق إليك، وكم تصعب الأيام علي دونك. ولهف قلبي عليك يا ولدي، ترى أين أنت يا أحمد الآن؟ أي أرض تقلك؟ وأي سماء تظلك؟ جائع أم أطعم؟ نائم أم جافاك النوم؟ لهفي عليك يا روح أمك. هاتي ما عندك يا أبا العباس. أخشى يا مولاي. قل ما عندك صراحة ودون مواربة، قل. إن الأمر حول جعفر، أليس كذلك؟ كيف عرفت يا مولاي؟ ولتغفر لي فضولي. لا يحتاج الأمر إلى كثير عناء لمن يعرفك يا أبا العباس. متى أردت الحديث عن جعفر البرمكي بدأت بقول أخشى أن، ولكن إنما يا مولاي. حديث مولاي لا ينقصه الطرافة ولا الذكاء، ولكن الأمر هذه المرة شديد الخطورة،
وأخشى أنه لن يسرك أبدا. ومتى سرتني حديثك عن جعفر يا أبا العباس؟ قل ما عندك قبل أن يقتلك ما يغص به حلقك. اجلس. جعفر البرمكي أطلق سراح يحيى بن عبد الله الطالبية من سجنه. وما أدراك أني أنا من أمره بذلك؟ لا أظن مولاي أمير المؤمنين يأمر بمثل هذا، وقد رأى من خيانة هذا الطالبي ما يمنعه من ذلك. من يعرف أمير المؤمنين جيدا يعرف مدى كرهه لأولئك المارقين الطالبيين، ومن يقف معهم ولو كان من أقرب المقربين إليه. فلتعلم يا أبا العباس، أنا لا أكره الطالبيين، إنما أكره سعيهم الدائم للوصول إلى مآربهم، صارفين أنظارنا وأنظارهم عن خطر الروم المحدق بنا. أعرف ذلك يا مولاي، وأعرف أن غفرانك لأمثال يحيى بن عبد الله لا يزيدهم إلا تماديا في الخلاف، ولذا فإن ما فعله جعفر البرمكي بدا لي عجبا لا أكاد أصدقه، وهو يعرف موقفك منهم. أرجو أن يكون ما نقلته إلي صحيحا يا أبا العباس، وإلا فوالله فإنك ستؤنس وحشة يحيى بن عبد الله في سجنه. إن يكن يحيى بن عبد الله ما زال في سجنه فإنني أستحق أكثر من ذلك يا مولاي. سنرى يا أبا العباس، سنرى. أما الحديث السابق فقد قال يحيى بن سعيد: سمعت سالم بن عبد الله يقول. إن أذنت لي يا شيخنا. ماذا تريد؟ ليس في الحديث السابق سمعته، وإنما هي أن فقد قال يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله يقول. صدقت، اكتبوا كما قال ابن حنبل. لا أدري، هذه الفتاة لا تفارق ذهني. ما سر تعلقي بها؟ ربما لأنني لمست في كلامها صدقا، أو ربما لأنه ينتابني شعور قوي أنها مظلومة. لو تقبل بها أختي لاشتريتها من فوري، ولكنها ترفض كل الرفض. أنا من يتحمل جريرة رفض أختي لها، ذلك أنه ما كان علي أن أخبرها بما حدث معها يوم أن ذهبت لأشتريها، ولكنني مع ذلك سأحاول إقناعها من جديد. كيف حالك يا أبا الفضل؟ الحمد لله يا مولاي بخير. ما الجديد لديك؟ لا جديد فوق أرضك يا مولاي، كل الأمور كما تحب وتشتهي، الأمور بخير والحمد لله. الحمد لله. قل لي، ما أخبار الطالبي في محبسه؟ أما زال على ما يتمنى؟ ألم ترهقه آماله وأمنياته؟ أنا له أن يتمنى يا مولاي. وكيف محبسه عندك؟ كالعادة يا مولاي، القليل من الراحة والكثير من التجاوز. أستحلفك بالله، أهو كذلك؟ الحقيقة يا مولاي إنه ليس كذلك. كيف؟ ألم تقل قليل من الراحة كثير من التجاهل؟ قد رأيت يا مولاي أن خطره قد زال عن أمير المؤمنين، وأن أنصاره قد تلاشوا، فأطلقته إلى حيث لا نراه ولا يرانا. أحسنت يا أبا الفضل،
والله كأنك تقرأ ما في قرارة نفسي، وكأني موعظ إليك بذلك. ما بيننا دهر من الألفة والمحبة يا مولاي، أي امرئ سوء أنا إن لم أكن لك كذلك. أتأذن لي يا مولاي؟ صحبتك السلامة، برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. يا ابن حنبل، لبيك وسعديك يا شيخنا. تعال واجلس بجانب شيخك. قلت لك تعال واجلس بجانب شيخك. مكانك هنا منذ اليوم يا ابن حنبل، فلا تبرح. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغرب أنك لم تخرج لطلب العلم كما فعل ابن حنبل. لا أكتمك سراً إن الأمر برمته بدأ يضجرني. قد سئمت الطلاب وحلقات العلم، وأفكر أن أطلب إلى عمي هبيرة أن يجد لي عملاً في ديوان القصر، ثم أبحث لي عن فتاة أتزوجها وأرتاح. ألن تتابع سيرك في طلب العلم؟ إن بقينا نركض وراء العلم فسننفق حياتنا دون ما فائدة. ها أنا قد تقلبت بين شيوخ الحديث، ألا يكفي ذلك؟ ألا يكفي ما تعلمته؟ ابن حنبل هذا يريد أن يصبح كمالك ابن أنس، لن يكون ذلك. زمن العلماء الكبار انتهى مع أبي حنيفة النعمان ومالك ابن أنس رحمهما الله. لا 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 لا، أنت مخطئ في هذا. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينقطع خيرها أبداً، كل حين يبزغ فجر عالم جديد. في الأولى صدقت، أما في الثانية فقل لي مثل من؟ نسيت، شيخك المريسي. إنك سفيه. اهدأ، لا تغضب يا بدر، كنت أمازحك فقط. أبا عبد الله، أبا عبد الله، ما بك؟ محمد، جعلت فداك يا أحمد، ماذا دهاك؟ لا بأس علي، أنا بخير والحمد لله. أي خير يا صديقي؟ أنت بالكاد تكلمني، قل لي بما تشعر. إنها الحمى يا محمد، لم تفارقني منذ الأمس. سأذهب لأحضر لك الطبيب. لا لا لا، أملك أجر الطبيب. أنا أملك، يكفيني ماء زمزم ففيه شفاء سقم. سأحضره لك على الفور. بارك الله فيك. نشدتك الله يا أمير المؤمنين، ألا أخليت لنا نفسك هذه الليلة؟ إننا مشتاقون للسهر معك بعد طول غياب. وأنا والله يا أبا الفضل مشتاق للسهر والسمر معك، ولكن أم محمد متوعكة قليلا ويجب أن أذهب لأطمئن عليها. أبا هاشم. نعم. قل لمولاك إنه يبخل علينا بنفسه كما لم نعهده من قبل. أعدك أنك لن تبقى وحيدا هذه الليلة، امضي إلى صحبك وسمارك ولن تشعر حتى أطلبك. كما تشاء يا مولاي. مسرور. مولاي، ادعو لي ابن الربيع ومن عنده من رؤوس الجند.
أمرك مولاي. لا أريد جلبة ولا ضجيجة، ولا تأذن لأي كائن كان بالدخول عليه. السمع والطاعة يا مولاي. مسرور، العجلة العجلة والكتمان الكتمان. هيا امضي. هذا أوان الشد فاشتد زيام. قد دفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم. أحمد، استيقظت؟ في أي وقت نحن الآن يا محمد؟ الحمد لله، يبدو أن الحمى قد زالت. في أي وقت الآن نحن يا محمد؟ لا أدري، ولكن أحسب أن الليل قد قارب على الانتصاف. الحمد لله على سلامتك. سلمك الله يا محمد، وجزاك الله عني خيرا. كفاك دلالا يا ابن حنبل، من الغد سوف نذهب إلى الدرس سوية. قد رأيت أمي في منامي، رأيتها في حال لا يسرني، وحيدة وحزينة على فراقي. إيه، عون عليك يا صاحبي، إنها أضغاث أحلام من آثار الحمى. لا يا ابن المح، ليس الأمر كما تقول. ما كان يجب علي أن أترك أمي وحدها، وأرى أن أعود إلى بغداد بأسرع ما يكون. بهذه السرعة؟ أجل، بهذه السرعة. قلقي على أمي يكاد يقتلني. كما تشاء كما تشاء، ولكن نمكث هنا يومين أو ثلاثة ريثما تتعافى، وبعدها نعود إلى بغداد. فليعلم الجميع أن الأمر قد قضي وأصبح في عداد الماضي، ولم يبقى إلى أن يراه هارون بأم عينه. لا أريد لأحد أن يشعر بشيء حتى نتدارك أي تمرد محتمل. أريد أن يصبح أهل بغداد كما أمسوا، لا يشعرون بما حدث إلا وقد حدث. وأي خطأ من أي شخص كان، أنتم جميعاً من سيدفع ثمنه. فليكن مولاي على ثقة أن الأمر أمس حتماً مقضياً إن شاء الله. امضوا بحفظ الله وتوفيقه. فليأذن لنا أمير المؤمنين. مسرور. أمر مولاي. نفذ ما أمرتك به. السمع والطاعة. ماذا يجري يا أبا هاشم؟ قضي الأمر يا أبا الفضل، فقد أصدر أمير المؤمنين حكمه فيه. ولكن ليس هناك متسع للكن. قضي الأمر يا أبا الفضل. هيا تحرك يا ابن برمك،
لقد انتهى أمركم. هيا. هيا تحرك، هيا هيا. دعوا الفضل ويحيى وموسى في السجن، أما نساؤهم وأطفالهم فلا شأن لكم بهم. كما يأمر مولاي أمير المؤمنين. عيسى، لبيك يا أمير المؤمنين. لا تضيقوا على يحيى وأبنائه في السجن. السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. امضوا إلى شؤونكم. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله. جعفر البرمكي صار في السجن يا مولاي. جئني برأس جعفر. لمن لم يأتوا بجعفر أيضا؟ لعلهم وضعوه في سجن آخر. أي يعقد أن جعفرا فر قبل أن يدركه الجند؟ ليس من شيمة جعفر الهرب. لست مرتاحا لعدم مجيئهم بجعفر حتى الساعة. لعل صحبته لهارون قد فادت. ما ضره وضرنا إلا صحبته لهارون. سحقا للملوك، من تستر بهم أوشك أن يبيت عريانا. لا أظن أن هارون سيؤذي جعفر. ما أنا وأنتم إلا كما قال دريد بن الصمة. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. يا الله، لا أكاد أصدق. أنا هنا، أنا هنا. لا أكاد أصدق. مسرور، قل لي يا مسرور، لا أكاد أصدق. أنا هنا. إنها أوامر أمير المؤمنين. دعني أكلمه، دعني أكلمه. مسرور، أتوسل إليك. أخشى أنه لا سبيل لذلك يا أبا الفضل. أرجوك، أرجوك يا أبا الهاشم، أتوسل إليك. حسنا، حسنا. إنه غاضب بلا شك. أنا أعرف هارون عندما يغضب. نعم، إنه غاضب بلا شك. هارون عندما يستبد به الغضب يصبحك الشيطان. لا، إنه غاضب، عندما أراه سيعرف أن الأمر لا يستحق كل ذلك. أجل،
أجل أجل أجل، سيطلب المسرور، أنا أرى، وسيندم على كل شيء فعله. إنني أعرف هارون، أشك أنه غاضب. نعم إنني أعرف هارون، لا شك أنه غاضب. إنه صديقي ولن يفعل شيئا، ولن يفعل. أين رأس جعفر يا مسرور؟ مولاي، لقد طلب مني أن يراكم وأخبرني ما كان بينكم. لقد توسل إلي يا مولاي أن تراه، وبعدها تأمر ما تراه مناسبا. وأنا أيضا أريد رؤيته أيها الأحمق، ولكني أريد رؤيته مقطوع الرأس. اذهب اذهب، وإلا والله صاحب رأسك رأسه. هيا. أمر مولاي. خونا! سور مخطئ. هارون لن يسمح بأمر كهذا، لا شك أنه غاضب. أجل، ما فعلته كان خطأ لا يغتفر، لكن هارون لن يقف عند هذا الحد. إن ما بيننا أكثر من ذلك. غدا سنضحك أنا وهارون عندما نتذكر ما يحدث الآن. نعم سنضحك، نعم سنضحك. هارون صاحبي ولن يسمح بقتلي أبدا. هارون لا يمكن أن يفعل ذلك. أنسي هؤلاء القوم أنني جعفر البرمكي؟ أنا جعفر البرمكي أيها الأغبياء. هارون لن يفرط في جعفر، هارون لن يقتل جعفر.